قصر على التلفزيون تكفى يا طول على التلفزيون اخذ راحتك عبد العزيز الله يهنيك ابشر انا والله يعني اعتذر عن الاعلامي اللي طلع قبل فتره وتكلم عليكم يعني نيابه عن كل الاعلاميين السعوديين الله يسلمك الله يسلمك اكيد تعرفون الهلال جاهز يا عبد العزيز مبروك تجديد حق ياسر الشهراني الله يبارك فيك واحنا طموحنا احمد موسى النيجيري الان وان شاء الله ان شاء الله يوقعون مع اقرب فرصه ان شاء الله يا رب ان شاء الله ما راح تاخذون ولا بطوله يعني لا ان شاء الله قال الله ولا فان الايام بيننا يا عزيز لا مو على هواك ابو سعود قال هالموسم اللي طاف واخذنا الدوري وعينها تشوف ما عليك لا لا ما قلتها قلت بعد ما اعلنوا الدوري قلت ما راح تاخذون غير الدوري وما اخذوا غير الدوري الدوري تقول بناخذ الحين انا الهلال كلامي واضح وقاع وما ادري شنو ورحنا لك جده والحمد لله خلصنا القضيه ومشينا انا وصلت لك المعلومه يا عبد العزيز ولا بطولة الهلال راح ياخذها.